مساء الخير لما واحد بيعمل غلطة كبيرة في السر بيبقى خايف من الفضيحة خايف إن حد يعرف لكن صاحب الحق بيبقى قوي يقدر يبص في عين التخين ده اللي أنا أعرفه عشان كده كان غريب بالنسبة لي موقف ميرفت بطل القصة حقيقية النهارده اللي اكتشفت إن جوزها بيخونها فبقت هي اللي خايفة ومرعوبة وهو ولا همه طب ازاي؟ تعالوا نسمع القصة من الأول اسمي ميرفت وعندي 28 سنة اتجوزت وانا عندي 16 سنة جواز صالونات واول ما اتجوزت حصل حمل على طول وانفصلنا بعد سنة من الجواز بسبب اختلاف الطباع ومشاكل تانية كتير وحصل الطلاق بعد ما خلفت ابني بعد الانفصال فضلت مطلقة لمدة ست سنين اتعرفت فيهم على شاب ما اتجوزش قبل كده حبني وحبيته كان طيب وظروفه صعبة زي حالاتي ومامته وبابا كانوا متوفين من وهو صغير ومرات أخوه وأخته اللي أكبر منه هما اللي مربيينه ويوم قراية الفاتحة اتمسك في قضية مخدرات فضل يحلف لي أنه مظلوم وما عملش حاجة ولأنه كان حد طيب ومع الشراك كويس صدقته وفضلت مستنياه لمدة سبع شهور قضاهم في مركز الشرطة وأنا منتظرة أنه ياخد براءة ويطلع كنت بروح أزوره باستمرار كنا بنكتب لبعض جوابات لحد ما فعلا طلع براءة في الآخر وجيت قدم لي تاني في الأول أهلي قالوا لي بلاش الولد ده عشان بيشرب وملوش أهل ولا كبير يترد عليه قلت لهم انا بحبه وهغيره اصل اهلي يا سالي ناس طيبين وظروفهم على قدهم انا والدي متوفي وامي ضاقت بيها الدنيا بعد وفاه ابويا فكانت بتشتغل الصبح موظفه وبعد الظهر بتطلع تشتغل شغل تاني عشان تصرف علينا وانا المسؤوله عن ابني وزي ما انتم عارفين الرجاله عندنا لما بتطلق مراتها بتطلق معاها عيالها كمان عشان كده كنت بنزل اشتغل عشان اصرف على نفسي وعلى ابني لحد ما لقيت واحد حنين بيحبني رغم ظروفي فرقش معاه اني مطلقه ومخلفه فده اللي خلاني اتمسك بيه اول ما اتجوزنا بقى شخص تاني شخص غيور وودني على طول بيسمع كلام اخواته ويقلب علي لما كنا في اسبوع العسل كنت فرحانه جدا بصور الفرح وحطيتها على الواتساب فاخوه كلمه وقال له هي حطها ليه فجوز عقلي وتشكلنا مع بعض حملت على طول في بنت عشنا سنه ونص وحالتنا الماديه صعبه جدا مع العلم اني متجوزه في سكن بالايجار وبدبله واوضه نوم وانتري فقط ووقت الولاده رضيت بظروفه وولدت في مستشفى حكومي عشان ما كانش معاه فلوس وكان بيشتغل في اي حاجه لحد ما ربنا كرم وسافر السعودية بس بعدها للأسف مشاكلنا زادت بقى يشتمني في المكالمات والمحادثات ويقول لي كلام وحش قوي وأنا من غضبي بقيت أرد عليه قعد في السفر سنة ونص ولما جه لقيته متغير أول مرة أشوفه ويحضني بعد غياب ما حسيتش بحضنه ما حسيتش بحلاوة كلمة وحشتيني كنت لابسة بقى ومتشيكة رغم كده لما حصلت بيننا علاقة كنت حاسة أنه بيعمل كده معايا غصب عنه سألته أنت متغير ليه؟ قال لي عشان نازل ومش معايا فلوس اتصرفت له في فلوس عشان يبقى فرفوش ويفرد بوزه بس برضو فضل زي ما هو على طول ما بوز وبعدها لقيته عمل التليفون بتاعه كلمة سر مش بيدخلها غير لما يحاول يكتب لحد ويفضل محاوط الشاشة ويبص حواليه بقلق فشكيت فيه وقلت لازم اشوف موبايله وفضلت متابعاه لحد ما سرقت الواتساب والفيسبوك بتوعه وفعلا لقيته بيكلم واحده متجوزه وبعتله صور ما تصحش ابدا اتصدمت حسيت بالانهيار وقررت اتابع للاخر لحد ما لقيتها في مره بتقول له على الواتساب انت ما ردتش عليا امبارح ليه؟ انت سهرت معاها والسهره عجبتك؟ قال لها لا والله ما حصلش حاجه واكتشفت انه مش عايز يجي ناحيتي عشان هي قايله له كده جه يوم وكنا سهرانين بيقول لي وشك بهتان قوي انت زعلانه ليه زعلانه من حاجه قلت له لا وفضلنا نتكلم لحد ما قلت له لو في حد في حياتك قول لي قال لي انت عبيطه لا طبعا ساعتها لقيت الدموع نازله من عيوني غصب عني ام قال لي انت هتقلبي اليوم نكد انا داخل انام قلت له لا خلاص ورضيته بس فضلت أتابع كل حساباتها علي السوشيال ميديا لحد ما بعدت لها طلب إضافة بالغلط علي الإنستغرام فأخدت بالها راحت قالت له والغريبة إني بقيت أترعش وخايفة كأني أنا اللي عاملة حاجة غلط فقدت إحساسي بالأمان بقيت تايهة يا سالي بعدها كلمت أخته حكت لها كل حاجة وجت الشقة وهو بكل بجاحة قال لي اثبتي طبعا كنت عامله سكرين شوتس لكل المحادثات القذره اللي بينهم بقيت اواري اخت جوزي وانا منهاره وهو مصدوم وبكيت بكيت كتير قوي اعتدي عليه قدامه قدام اخته واقول يا رب يا رب ما يتردش اللي عمله في بنته ولا اخواته ولا فيا يترد في صحته وعافيته قاعد يتاسف ويقول وحياه بنتي خلاص مش هعمل كده تاني قلت له انا قصرت في ايه؟ قال لي ما قصرتيش في حاجة فضل قاعد قصادي زي العيل الصغير قلت خلاص ده حلف بحياة بنته بس برضو قررت أروح للست دي واستنيته ينام ولبست ورحت لها اتكلمت معاها بكل أدب واكتشفت هناك إنها مرات صاحبه لما شفت صورة جوزها فقررت أكلم جوزها وابعت له كل حاجة وسبتها تاخد جزائها المهم جوزي سافر تاني من غير ما يعرف اني عامله هاك على حسابه على الفيسبوك وعرفت لما سافر انه بياخد حبوب ومخدرات كان بيروح اماكن مشبوهه وحاجات تانيه كتير من المحادثات اللي قريتها وهو هناك لقيته كمان قاعد بيعمل سيرش على الفيسبوك على حاجات مخله بيدخل يبعت طلبات صداقه للستات انا ما بقيتش احس معاه ولا بحب ولا بكلام حلو ولا حتى حاسه انه موجود احساسي كله اني مش حاسه بامان خالص ما بقتش احبه ونفسي اتطلق منه بس هبقى فشلت في جوازتي الثانيه واطلع منها ببنت ومن الجوازه الاولانيه معايا ولد وهتبهدل اكتر ما انا متبهدله انا عشت ثلاث سنين معاه وقلت خدوهم فقراء يغنيكم الله وهو اكيد هيقدر اني استحملت ظروفه معاملته الوحشه لدرجة أنه كان بيضربني ويشتمني وبسكت كان نفسي يتغير للأحسن بس طلعت غلطانة ودلوقتي أنا عايزة أتطلق بس خايفة قولوا أعمل إيه قولوا أعمل إيه لحد هنا وخلصت رسالة ميرفت ميرفت كانت داخلة الجوازة دي وعندها أمل إن يتغيروا اللي هو المصطلح اللي كنا دايما بن... يعني بنقوله على الفيسبوك ب... بسخرية I can fix him هاخده وغيره فيش حد يقدر يغير حد ودلوقتي هي مش عارفة تعمل ايه طب هتكمل معاه رغم خيانته وبيشرب مخدرات بيروح أماكن مشبوهة وبيبعت قاد لأي حد طب تتحمل كل اللي هي فيه ولا تتطلق طب هي خايفة ان هي تبقى مطلقة للمرة تانية هتخرج بقى من الجوازة دي بعيل تاني وهي اللي هتشيل مسؤوليته أسئلة كتير قوي هنحاول نجاوب عليها <applause> حكايتنا النهاردة عن ميرفت اللي اتجوزت أول مرة وهي عندها 16 سنة اتجوزت واتطلقت بعد سنة خلفت عيل منه فضلت مطلقة لمدة 6 سنين لحد ما تعرفت على شاب ما اتجوزش قبل كده حبها وحبته يوم قراية الفتحة اتمسك في قضية مخدرات فضلت ميرفت مستنياه سبع شهور لحد ما طلع براءة وراحت قدم لها في الاول اهلها قالوا لها بلاش الولد ده ده بيشرب مخدرات ملوش اهل يترد عليهم ميرفت صممت وقالت هغيره واتجوزته اكتشفت بعد الجواز ان هو بيخونها مع مرات صاحبه عملت هاك على حساباته على السوشيال ميديا شافت بقى كل الكونفرسيشنز او المحادثات بينه وبين كذا ست بس في واحده كانت المحادثات بينهم صعبه جدا لما واجهته قصاد متاسف واعتذر وقال مش هعمل كده تاني بس لما سافر يشتغل برا مرفت شافت محادثاته كلها اكتشفت انه بيشرب مخدرات بيروح اماكن مشبوهه بيبعت اد او طلبات اضافه لستات كتير جدا في المقابل سايبه هي وبنته من غير مصاريف مرفت محتاره تكمل معاه ولا تتطلق عشان كده منورانا ومشرفانا النهارده دكتور هند البنا استشاري الصحه النفسيه. ازيك يا دكتور؟ اخبارك أه أه إيه. الحمد لله انت اخبارك ايه؟ آه مش هسالك السؤال ده غير في الاخر يعني هو سؤال صريح وانا بحب الاجابات الصريحه بس انا عايز اسالك من الاول هو احنا لسه فعلا في مجتمعنا الست لما تكون مطلقه ومعاها عيل و ما ينفعش ان انا اكون او بخت يعني البخت الاول لواحد لسه ما شافش دنيا زي ما بيقولوا. ما هو احنا عايزين نغير المفهوم ده بصراحه. بس لسه موجود صح؟ لسه موجود وللاسف بيكون موجود عند البنات نفسهم او الستات نفسهم. آه يعني اللي الام اللي ما بترضاش؟ هي نفسها لا هي الست البنت المطلقه نفسها بتشوف ان عندها عيب، بتشوف ان عندها نقطه ضعف. طالما اتجوزت قبل كده ومعاها طفل كان هي اللي م. فيها المشكله. فدايما بتعرض نفسها بالازمه دي. م. انت هتقبل بيا وانا عندي طفل؟ هتقبل بيا وانا مطلقه هتقبل اهلك هيرضوا بيا انت اللي بتصدري الصوره دي لكن بما ان احنا نسب الطلاق عندنا بقت زياده جدا وبما ان اغلب اغلب المطلقات في سن صغير ومعاهم طفل او اغلبهم طفل فاحنا نغير المفهوم ده انت من حقك ان انت تعيشي حياه جيده هو احنا لما بنتجوز بنتجوز ليه عشان سنه الحياه دي رقم واحد اولا انت لما تختاري شريك حياه لازم تبقى انت مش بيع احتياجاتك بشكل ما لا ده هيجي يبسطني ويخرجني وهفك الضفائر وهخرج وهسهر بره و... هيصفرني ده هيفسحني كل لان احنا بنبني توقعات على طبع. حاجات احنا مش عارفينها ممكن تكون غير حقيقيه لا انا رايي انت راح تتجوزي لازم تكوني في الاساس انت مكتمله يعني انا اعرف ازاي ابسط نفسي لوحدي عشان اللي هيجي مش هو اللي يبسطني بالظبط بالظبط يعني في قصه ميرفت هي عندها ضعف عندها احتياج نفسي عندها احتياج عاطفي عندها فكر المجتمع او فكرها هي ان انا كويس نرد بيها بظروفي هي دي المشكله خدي بالك من الجمله دي, دي انا انا بالضبط. صفرت معاك كل ما اجي اذاكر القصه كتير جدا واقراها تصفر معايا الجمله دي ان هو رضي بظروفي اه لا مالها ظروفك حبيبتي انت اولا اتجوزتي بسن صغيره جدا اللي هو 16 سنه ده زواج قاصرات على فكره مش ازاي تم الجواز ده طبيعي ما تنجحش الجوازه انت طفله مم. اصلا غير مسؤوله لسه يعني هي اتطلقت قبل كده عشان كانت قاصر؟ هو سن 16 سنه سن ذوي القاصرات حضرتك اصلا ما هو بنتي احنا بنكبرها ليه عشان نجوزها 16 سنه وهي لسه طفله لسه عشان متى. ما متى. عشان ما عشان اللي ياخدها يربيها يا وهي صغيره وما تبقاش في الدنيا ما ده فكر غلط احنا محتاجين نغير و... يعني انا لا 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 عشان لا اللي غلط. بيتفرجوا دلوقتي انا لازم اتبنى طبعاً. وجهه النظر الثانيه عشان في ناس بتقول كده فلازم اقول كل حاجه انا لا. بشوفها في المجتمع عشان يكون ليها رد عند الاستشاري النفسي اللي يعني بنستضيفه في البرنامج لا الجواز مسؤوليه ومسؤوليه مش قليله مم. الجواز مش مجرد فرح وفستان وزفه والكلام ده كله سطرناها وبعدين رجعت عمينها. لك ببنت او رجعت مم. لك بطفل لان هي لسه مش مسؤوله لسه مش مكتمله انها تشيل مسؤوليه بيت ومسؤوليه زواج ومسؤوليه استقرار لا لازم يكون السن مناسب بالنسبه لقصه ميرفت حضرتك انت عندك مشكله في ان انت اتجوزتي بدري فانت اصبحتي مسؤوله عن نفسك وعن راجل وعن بيت وعن طفل وليه دايما بيقولوا انه ما نخلفش في اول سنه ده فعلا الكلام ده حقيقي انا بتمنى وجهه النظر دي حقيقي ليه بقى لان لازم تحسي بمسؤوليه الجواز الاول مسؤوليه بيتك الاول انت ادري على ده بالظبط الموضوع ده انت هتغسلي وهتنضفي وهتنزلي الشتوي والصيفي <applause> ليكي <applause> <applause> والغير وفي نقطه اهم أيوة طب. انت هتشاركي حد في حياه وهو يشاركك في حياه على اختلاف طبعكم مم. على اختلاف تربيتكم على اختلاف ثقافتكم في مشاركه دي محتاجه مجهود زي ما المتضع. هو بيصرف وبيكون عليه الجزء والعبء المادي انا عليا الجزء المعنوي والجزء بالزبط. اللي في البيت واخد بالي و... مسؤوليه محتاجه لا محتاجه وعي محتاجه نضج محتاجه ان مم. انت تكوني قادره على ده فكره ان انا البنت خلاص خلصت تعليمها او البنت في سن زي دوت راحت تتجوز معلش احنا كده بنظلمها ميرك مش... ما بتعرف تطبخ وتمسح ما هي الجواز ده الجواز لا 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 الجواز يسهلش. مش طبخ ومسح وغسل لا م. الجواز اكبر من كده بكتير الجواز فكره المشاركه نفسها لشخص تاني بطباعه المختلفه بالمستقبل بالطموح نبقى على وفاق وعلى وفاق نعرف نتكلم اهم حاجه تفاهم ده رقم واحد في الجواز التفاهم، الثقة، أنا أنتِ إزاي بنت صغيرة زي كده فاهمة يعني إيه أصلاً راجل في حياتك أو مسؤولية زي كده، ثقة، تفاهم، لغة حوار، أنتِ لسه طفلة، أنتِ صحيح. لسه محتاجة إن أنتِ أصلاً تنضجي، محتاجة عندك وعي هو أنا لما بقول يا رب إديني إشارة هي بالزبط. دي كانت الإشارة؟ بالظبط يعني يوم قراية الفاتحة اتقبض عليهم ده ده واضح ولا ده اختبار من ربنا إن أنا هصبر وأحتسب وهستناه وإن أنا أصيل والنتيجة إيه؟ لا 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 في حاجات ريد فلاج يا سالي ايه بقى الريد فلاجز اللي بتبقى الحاجات الـ العلامات الحمراء انه منوره كده انه لا باينه باينه لا 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 جدا آه بس هو طلع براءه يا يعني هند يعني في بقى حيثيات وفي حاجات احنا ممكن مش عارفين بس النتيجه في النهايه ايه انه ما زال بيشرب اهلي قالوا لي بلاش عشان هم ناس طيبه جدا يا سالي خدتي بالك من الجمله آه برضو آه انا انا آه عماله اقرا القصه مصحوبه ببعض انت بتردي على نفسك هي ندمانة وكانت شايفة أن هي محتاجة تسمع كلام أهلها ناس طيبة دي يعني ما قالوليش كل الخطر مطيبين قالوا لي بلاش بس ما قالوا ليش الأخطار إيه بس أخته وقفت في صفها وده نادرا ما بنلاقيه ما أخته هي اللي مربياه ففاهمه شخصيته م. فهم هو عامل إزاي فهم إن هو شخصية اعتمادية من الأول م. مش, مش مسؤول شخص مدمن شخص اعتمادي رقم واحد ليه دايما بيقولوا انه المدمن بيصحبها بي بي معاها كده الخيانه ده حقيقي لازم المدمن يخون ولو اصلا مبقاش فايق لي ولا فايق للدنيا ولا خلينا نقول بس ان الادمان نفسه في حد ذاته كده حاله مرتبطه بسمات الشخصيه لازم اجري على طول طبعا هو هي هي المفروض كان من اول ده خلاص تاخد بالها لكن هي عندها نقطه ضعف نقطه ضعفها ان انا مين هي ارتبط انا مطلقه ودي المشكله اللي احنا لازم فعلا تتغير هل ينفع الزوجه تاخد الباسورد بتاعت موبايل جوزها ما بحبس ده واي ليه؟ لان هو في اذى ليكي على فكره رقم واحد وليه تعمل باسورد طالما انت ماشي تمام؟ ولنفترض ان هو ماشي تمام او مش ماشي تمام وعامل باسورد انا كزوجه ما ينفعش تبقى معايا؟ ليه؟ عشان لو انا عايزه افتح الموبايل لاي سبب وافرضي لقيتي حاجه ضايقتك هيبقى رد فعلك ايه؟ هتتصرفي ازاي؟ وليه ليه ليه لأي حاجه يعني. والله على اعتبار ان احتمال على اعتبار ان الخيانة الالكترونية بقت سهلة جدا خد بالك يعني انت ما تزعليش مني اقول لك دايما ان هو يغفلني احسن ما ما ابقى عارفه الحقيقه اكون دايما مصدر قوه ما ضعفش يعني ايه يعني عرفتي انه بيخونك لقيتي حاجه على موبايله انت كده ايه هتيجي تواجهيه صح ده الرقم اول فعل هتعمليه لا ده غلط ما تعمليش كده ايه طبعا يعني هي كانت غلطانه لما واجهته وطبعا هنخش في السؤال اللي بعده بس كملي ها غلطانه ليه غلطانة عشان هي اللي كان في السر بقى في العلن يعني ايه وبمزاجك ما خلاص قفشتك يعني وبعد ما قفشتيني هتبجح بجح هيقول مش هعمل كده تاني بس هيعمل كده تاني هو ايه اللي هيخاف مني؟ تحلف وحياة بنته صحيح انا نسيت اقول لك الحته دي بتكلم طيب على... انتي حضرتك بتتكلمي على ميرفت انت حضرتك بتتكلمي على شخصيه اعتماديه بتتعاطى غير مسؤوله مم. في تفاصيل كتير فاحلف فح... احلف يعني لما واحده تقفش جوزها خاين ما تواجهش؟ لا ما تواجهش استنى الوقت المناسب اللي تواجه فيه، ما تواجهش هي منفعله، ما تواجهيش وقت ما تكتشف الفعل. تشوف منها ومن مش هقول هي مقصره، ان الخيانه مش تبريره ان الست مقصره فالراجل اضطر يخون، لا مش عايزين نقول ده خالص، بس نشوف ايه نقطه الضعف اللي وصلت لكده. انا ما ركزتش معاك اكتر من كده. يعني. شوفي كده انت حاولي تديري امورك بعقل بحكمه، م. ما تاخديش الامور على كرامتك قوي في الاول ان انت الخسرانه. مجرد ما انت عرفتي حاجه زي كده وواجهتي بيها خلاص يعني انت عرفتي المفروض افضل ساكته لا اختاري الوقت المناسب واختاري صعبة هي صعبة بس محتاجة شوية يعني حساب للي جاي هقولي دلوقتي اللي جاي المفروض يبقى عامل ازاي؟ على حسب طبيعة علاقتكم ببعض ايه الأول بقى طب لما واجه العقاب يكون عامل ازاي في, في الأول؟ عقاب؟ آه, اه ما هو في عقاب فكره العقاب دي تبقى صعبه شويه ليه لان هنا خدي بالك انت دلوقتي الخيانه ثلاث اطراف اوكي الراجل الخاين او و... ومزوجته مم. والطرف الثالث اللي موجود في القصه الخاينه الخاينه اللي هي اصلا في قصه ميرفت هنا اوريدي خاينه لجوزها كمان اه طبعا خدي بالك دي قصتها قصة بالظبط عندنا مثلث اهو حضرتك جيتي قلتي لجوزك انت بتخوني اوكي مم. وانا عرفت كل حاجه ورحت واجهتها تخيل النتيجه ايه مفيش حاجه انت خسرانه المفروض نعمل ايه لا احنا ما بنواجهش ب... بنواجهش وقت الانفعال مبدئيا ده رقم واحد رقم اتنين نحسب أبونا كده ونفكر يعني الست العاقله الشاطره تكون محضره له هدومه وتحطها بره عشان ما تواجهش في يومين وهذا عشان لا 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 لا, لا. التزمي <applause> بصي هقول لك حاجه هقول لك لا لا اسمعيني للاخر يا سيدي اصل القصة دي متكرره كتير لو احنا طبعا متكرره ايه ده احنا في احنا في مأساة بالظبط سواء كده او كده يعني دي ست هنا في ست خاينه لجوزها وفي راجل هنا خاين اه ما اكيد مش هيكون مع نعامة احنا عندنا ثلاث اطراف اطراف زي ما قلت لك ما حد ضحيه مفيش حد ظالم نعم يعني ايه هقولك ببساطه شديده جدا يا سالي مش ببرر الخيانه خالص مم. بس في اسباب كل واحد بيشوف اسبابه من وجهه نظره ما بتربيته ما كانتش كافيه انه هو يقدر يبقى ولد كويس او راجل كويس لا لا انا بتكلم على الدافع اللي خلاه يوصل للفعل ده غير محترم وايه كمان من هو وجه... راجل غير ده, محترم. ده وجهه نظر اللي وقع عليه الخيانة وبصباص وهنا هنا في القصه هنا مدمن ومش هبرر مش بنبرر مش لا انا اقول لك مش بنبرر هو راح جايب جاي واحده قد مامته عنده عقده انا كل واحد هيقول لك مبرره الخاص جدا وهيلاقي عايز احتواء أتنبرر. عايز احتواء احتواء طب معلش حضرتك عايز احتواء في ست انت معاك انت اخترتها من الاول لقيت ان مفيش احتواء اشتغل على علاقه حاول تطور منها حاول تقرب منها لقيت الموضوع ما جابش نتيجه انسحب بهدوء <applause> انسحب بهدوء لكن لا تظلم يعني نفسك شايف ان الست ما بتبقاش ضحيه لما راجل يكون خاين لان الست دي ممكن هي نفسها زي زي مرات صاحبه خاينه برضو اصل انت ما تقدريش تحكمي <applause> <من تصفيق> فانا اول مره اسمع رايك في علاقات زوجيه غير ما تبقى حاجه للاطفال او مشكله اجتماعيه أيوة. او فانا مصدومه ليه <applause> عشان مش مش متخيلاك لان كده انا يعني. شفت خيانات كتير في العلاقات أوكي أنا عارفة إن أنتِ مش عايزة خراب بيوت بس هو آه. صعب جدا ضبط النفس لا ما ده ضروري بقى لأن الموضوع كبير وزاد مش احنا اتفقنا يا سالي إن احنا بنتكلم من أرض الواقع طبعا ما أقدرش أقول حاجة دلوقتي غير غير أنا شفت زيها واشتغلت عليها يعني زيها. هي كانت صح لما راحت قالت لأ الست لا وراحت قالت لجوزها لا دي لجزة. أكبر غلطة عملتها ليه قالت لك هي تاخد عقابها عقابها منين؟ من مين؟ من جوزها ولو جوزها طلقها وإيه يعني؟ وجوزك راح لها ها لسه ثلاث شهور على بال ما انا اقعد افكر وارتب ورقي صح ولا لا؟ <تصفيق> لا, <تصفيق> لا, <تصفيق> لا. انت, انت فكري الاول فكري الاول احتياجك للشخص ده ايه؟ ارتباطك بيه ايه؟ اساس علاقتكم كان عامل ازاي؟ ده بواجه عام مش في قصه ميرفت <applause> يعني اه يعني انت ما كنتش عايزه ان هي تعمل كده عشان الجو ما يخلاش للثانيه طبعاً طبعاً. وتبقى هي بتفضلها السكه طبعا احنا كده بنغلط طب وانا لو واجهتها هل الخاينه دي بتبقى نفسيتها عامله ازاي؟ عندها مبررها برضو عندها الدفع بتاعها معقول يعني مع يعني مع, مع الرخص ده وانا اسفه يعني بقول كده للاسف عندها مبررها مبرر ايه ان هي تكون سيبك ان هي متجوزه او لا لان متجوزه دي كارثه اوكي طب مش متجوزه او تقول لك اصل انا سني كبر أيوه. فمن حقي ان حق انا حق. اتجوز واخد وقت. طب ما تاخدي اختي واحد مش متجوز اشمعنى انا متجوز ده ما هو انا سني كبر مش هلاقي واحد بقى بنفس بزرو... نفس ظروفي خدي بالك اه نفس الظروف دفعتي كلها اتجوزت فانا بدور على المتجوزين دلوقتي نفس الظروف اه وفي فكره ثانيه مهمه لما أوه. البنت بتكبر وسنها بيزيد عايز اقول لك ان الرجاله كلها هتبقى ممكن تكون ضد اللي انا بقوله ده لان يقول لك مش عيب ولا حرام يعني ده انا بكسب فيها ثواب انت ايه؟ انت ايه يا شيخ؟ احنا مش بنتكلم على واحدة مش بنتكلم من مش بنتكلم على الزواج التاني دلوقتي لان الزواج التاني لا زواج ليه الزواج التاني ايه انا حاجة... أفشاك خاين يعني عارفه لو هو راجل خاين, خاين. ويقول لي انا اتجوزت ولازم يسالني بالعكس استشيرني عشان اقول لك دي هتنفع تعيش معانا واقدر اتعايش معاها وتقبل و... ده ولا لا وهل هي مو... هتنزلي الصيفي والشتوي وهتقدر تعمل لك الاكل وهتقدر تبقى موجوده وهتسيب تشيلي شويه <applause> لا ما تستفزونيش <applause> <applause> بالظبط كده معاكي في الكلام ده لكن الخيانه حاجه ثانيه الخيانه اصلا في القصه ديت اه ايه نهايتها حضرتك يعني حتى مش جواز ولا حاجه ده هو خيانه فقط هي ست خاينه وهو راجل خاين هو انا خاف لما الاقيه مع واحده بس ولا لما الاقيه مع ستات كتير لا هو انا خاف لما اخاف لما الاقيه بقى يشوف غيري ليه طب ما هو يشوف غيري كتير يعني هو, يعني هو مجرد ما انا ما بقتش مجرد ما انا ما بقتش من اولوياته واهتماماته رقم ورقم واحد في حياته لا, لا واحده زي اثنين زي ثلاثه هو الخيانه ايه بصه بصه خيانه خيانه فكره الخيانه فكره بتيجي في ان دي. انت تبقى قاعد معايا وشايفني واحده ثانيه إيه الخيانه يعني فكرة انا بكلمك كنت يعني متخيل واحده ثانيه صح بصي اصل الخيانه ده مفهوم كبير قوي يا سالي لو احنا قعدنا نناقش تفصيل انا اديني بقى كده فرصه اوضح لك بالظبط الفكره كلها هتبقى عامله ازاي ايه بقى بيبقوا لنا ان ملهاش مبرر وغير مقبوله م. لان انت شخص كده مؤذي م. لنفسك وللطرف الثاني والاسره وللست اللي انت بتخون معاه ففي اذى كامل يعني نقدر نقول ان الخيانه دي بالظبط كده حاجه زي كره النار عماله تتحدف على ده وعلى ده وعلى ده كل واحد شويه ايه مبررك ده شيء يخص انا مش هسمع مبررات ده شيء يخصك ماليش يعني دعوه بيه خلاص كده لكن اللي حصل ان انت ه... دخلت في مثلث انا بسميه مثلث الرعب خائن طرف تاني بيتخان غير المثلث انا دايما بقعد اقول طالما دخل طرف تالت في العلاقه اي ام اوت انا بره صح جدا ما فيهاش انا هستنى تحط صح. مقارنه وتتكلم صح وتشوف صح جداً. وتع... وده وده اللي حاجه انت تعملوا. هيجي يقول انا انا بعت مسجز يعني هي كانت مثلا هل الخيانه الجسديه بنحاسب عليها والخيانه الفكريه انا قلت لك الخيانه فكره طالما وفكرة انت فكره لا تموت هيجي يقول كده طالما كدا. انت خفيف ما هو دمهم خفيفه قوي في الموضوع والله ايوه والله العظيم بيحبوا يهزروا ك... جدا ويدوا ويد مبررات ويقتنعوا ويقنعوا نفسهم ان دي حاجه طبيعيه جدا ما فيهاش مشكله مم. مش مدركين كم الاذى اللي هما بيوقعوه على نفسهم وعلى اللي حواليهم فعل خطير اصلا يعني انا كنت قاعده مع حد من فتره بيقول لي أه كان متجوز على مراته وهي ما تعرفش فبيقول لك انا كنت مختار اسم دلع الاثنين زي بعض عشان ما اتلخبطش ده ذكي جدا ذكي جدا, <applause> <زكي> جداً. <applause> طب هقول لك على حاجه وجايب من كل حاجه اثنين يعني البنطلون اتنين، الجزمه اتنين، الشميز اتنين، والله العظيم م. كان متجوز خمس سنين وهي ما تعرفش، فهو بيفتكر نعم هو نركز. كان لابس ايه؟ مركز و... اه. وبيفتكر هو لابس ايه عند دي يرجع بيه عند دي شوف التخطيط الحلاوه دي. دي. دي انا 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 هنا سقفت والأول مره <applause> اسقف والله العظيم شفتي بيخطط ازاي؟ بيفكر ازاي؟ بيرتبها ازاي؟ لأنها فكره في دماغه هي مفيش حاجه هتضيعها آه. طالما ح... دخلت في دماغه الفكره دي وشايف ان هي حاجه مرضيه بالنسبه له طبعا هو مش مرتاح مش مرتاح يعني انت مستمر مع دي مع زوجتك وانت م. متجوز تاني عشان مش مرتاح معاها لا سيبها لا لا في عيال لا ما انت كده ابويا إيه عيال العيال تترمي في لا, جارة. لا 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 ما خد بالك انت اللي بتعمله ده آه انت قاسم ذهنك قاسم نفسيتك قاسم تفكيرك قاسم مدياتك فما انتش مدي كل واحد حقه طب تفتكري جوز ميرفت في امل في صلاحه <تصفيق> <تصفيق> خلاص هي عملت كل حاجه واحنا قلنا لها ايه اللي غلط وايه اللي صح انت عارفه ان انا ما بحبش اقول لحد حاجه تحبطه بس بالنسبه للجوز ميرفت ده احنا كمان شخص مدمن شخص سلوكه سيء شخص مش مقدر المسؤوليه شخص مش قادر يستوعب البنت اللي هي محتاجه له نفسيا قد ايه فلو هو هيصلح حاله بايده مش بايدها هي يعني لا أنت بتقول لي شايفه ان بعد الحاجات الحلوه اللي قلتيها دي هل في امل في اصلاحها انا ل... شايفه ان الامل لازم يكون في ميرفت هي بتعمل ايه ولا ايه لا 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 قالت اول نفسها اه تعتمد نفسيا على نفسها mm. ما تبصش لنفسها ان هي حاجه ناقصه او ان هي حاجه محتاجه لازم حد سنيد معاها عشان تقدر تعيش حياتها كويس mm. كونك ان انت انفصلتي مره وممكن انفصل الثانيه فيش اي مشكله خالص انت مش مضطره تعيشي حياه نفسي فيها. مجتمع كده ولذيذ وكل حاجه بلذيذه احنا محتاجين نغير فكره لا, لا المطلقه لا معيوبه ولا فشلت ولا ده, احنا ساعات احيانا بيجي يقول لك لا لو هي عيانه او عندها مرض ما هيجي للطفل اوعى تتجوزها ما بالك بقى لو مش مطلقه المجتمع محتاجه تتغير لان المجتمع اتغير وجت من الستات جت من الستات الكبيره أيوة للاسف للاسف يعني جت من الكبيره اللي بتبقى قاعده في البيت احنا كلنا بنمشي وراها هي دي رايها اللي لازم يبقى على اساس ايه افكار قديمه حضرتك مش عايشه معانا في الواقع دلوقتي. هو لم... لما لما يتوجه وهو يعيط ويندم وكده وده حلو ولا وحش؟ ده يديني اي شخصية حاجه؟ شخصيه مدمن؟ اه لا مش ده اي كلام ده عادي آه لا لا بس هو في بنته افتكر بنته لو بيصرفش عليها؟ اه لا لا يعني انا شايفه ان الموضوع فكره مدمن نفسه ديت اصلا بجد زي ما قلت لك خط احمر احنا المفروض نفكر فيها اكتر من يعني مره يعني انت عايزه ميرفت هي اللي تاخد قرارها بنفسها بس ده مرتبط بحاجه مهمه جدا ان هي تغير نظرتها لنفسها لان هي شايفه ان هي عندها نقص طبعا رقم اتنين اه اللي بيدفعك واللي انت حاسه ان انت محتاجه له الاحتياج النفسي مظبوط بس الاحتياج النفسي لما يجي مع الشخص غلط مش حاجه صح م. يعني لما انا اكون مضطره نفسيا ان انا انا ناقصه او عندي مشاعر محتاجاها يعني هي ما كانتش الدنيا. بتحب لا يعني. اعتقد التاني ده ما, ما كانتش قصه حب حقيقيه ما الاولاني كان قصه حب لو انك طفلة يا سالي 16 سنة حبيبتي بتتجوز يعني فين فين الحب؟ يعني لا حب لا لا عقل ولا قلب؟ اه احنا اتجوزنا عشان هو قال لنا انت جميلة وانا راضي وادها بس شوية كام كام كلمة كده تشجعها على الواقع اللي هي فيه ارتبطت بيه نفسيا عشان مقدر ظروفها مستوعبها م. حاسس ان هي حست معاه ان هي لقت نفسها علشان خاطر وضعها اللي هي مش قبلاه او الظروف اللي هي اتحطت فيها عشان المجتمع بيقول دي مطلقه في اخر حاجه الصغير. اسالها لك عشان برضو عجبتني في رسالتها هي كاتبه جمل كلها صريحه وحلوه قالت لك لما هو بدا يشتم ويغلط انا بقيت ارد عليه هو إقوي. ده طبيعي اقوي اقوي يعني لما يجي يشتمني اشتم في الحاله دي اه بجد في الحال ايوه ده شخص مدمن غير متزن اه في الحاله طب واللي مش مدمن لو شتميش الاصل بيحكم بقى ساعتها يا سالي اصلنا بيحكم اصل مش هنعرف نقول كده ايوه يعني لا انا بقول في الحاله دي شخص غير متزن مؤذي لا خدي لانه اه يعني انا عايز اعرف التعامل مع الاهانه انا دايما يقولك لما يغلط او يعلي صوته اسكتي حسب والله يا ساني بص الامور ما ينفعش انا لو قمت هجيبك فانت عايز تتفرج الامور, ما ينفعش اعممها لان يعني كان في في حاجات يعني ارتباطات نفسيه بين الزوجين مش شرط تكون شامله كل يعني فاهمه قصدي يعني بمعنى انا بحب جوزي مثلا جوزي عصبي خلاص كده لو تعصب انا مستوعبه ده سمه فيه فلازم امتصها إيه طبعا كل مره معقول ده طبيعي يعني هي لو عصبيه هو لازم هيمتصها طبعا لو بيحبها وبيقدرها يمتصها الله هي دي النقطه ما احنا عايزين نوصل لغه تفاهم بيننا وبين بعض عمر ما صفاتنا هتتشابه مفيش كده لكن في اتقبل صفه فيك واعرف اتعامل معاها ازاي يعني لما يقول حاجه وحشه اقول له دي تربيتك بالظبط ده اصلك ما هو برضه دي فيها مب... فيها ما دي استفزاز ده هو يقوم يضربها حت يعني حت م... لو قالت له كده يقوم يضربها بجد يقوم بس ايه برضو, برضو اوريكي تربيتي سواء هي تاخد بالها هي تاخد بالها ميرفت برضه من فكره ان هي ما تردش الادب ان هو شخص غير متزن ما تضمنش ردود افعاله المطلوب منك قبل ما ترد الاهانه بالاهانه تبقى انت واقفه على ارض صلبه بقى يحصل حاجه كتير بصي بقى الاسئله معاكي ما بتخلصش بس خلاص ده اخر سؤال <applause> بقى يحصل حاجه يعني كتير بقيت اشوفها في مجتمعنا للاسف وبنلاقيها على النت دايما بيكتبوها ستات أنه هو بيدخل على صفحات مخله <applause> ايوه دي خيانه هي دي قله ادب وقله <applause> وحرام وغلط وحرمانيه و... انا إدمان حرمانيه و... بس بتكلم و... وفيها ادمان طبعا جدا في ادمان إحنا بنتكلم على إيه؟ يعني حالة ممكن نوصل لها بال... طبعاً فيها إدمان بس دي خيانة؟ يعني هنا لازم واقفة ولا؟ ما هو ما واحدة ست وهو كده آه إيه بقى؟ بصي آه؟ الموضوع صعب شوية إن إحنا نناقشه دلوقتي بس أنا هديكي فكرة بسيطة كده آه لو لقينا ده نحاول نشوف احتياجاته إيه ون... ونقدم شوية أكتر قصدي؟ امم بس دي كارثه اه كارثه وبتاثر وبتعمل خلل جامد في العلاقه الزوجيه ما بين الاثنين طبعا بتعمل خلل جامد انا استغربت حضرتك بتقولي دلوقتي ان هي ادمان يعني ادمان ادمان انا فاكره الادمان المخدرات بس انه ادمان على مواقع زي دي تبقى كارثه لا ادمان هتدمر مجتمعنا طبعا طبعا بشكل كبير والتعود عليها بجد بيفسد العلاقات لان هنا احنا في حاله تانية بتحصل غير مرتبطه بالواقع طبعا فبالتالي طيب انا هنا حصل متعه اكتر في ده طبعا الواقع ما بيعرفوش ان فعلا الافلام دي غير حقيقيه بالزبط. او المواقع دي غير حقيقيه بالزبط. والواقع غير الحقيقه فبيحصل رفض بقى هنا في الحاله دي فالعلاقه بتفسد يعني احنا كده قلنا كل حاجه في جوز ميرفت قلنا العبر شخص مدمن اوكي شخص اعتمادي مدمن م. يعني حطي بقى تحتها حاجات كتير او ممكن تحصل هي تعمل اللي هي عايزاه هي رقم واحد تقوى 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 اتنين هي مش ضعيفه هي مش موطن ضعف خالص احضر نفسي وانا معاه انه هيجي الوقت اللي لازم امشي؟ اه الوقت لو احنا احنا هنحاول معاه مره واتنين وتلاته لانه بقى كويس مفيش داعي انك تضيعي بقيه عمرك مع شخصيه بتستهلكك وتستنفسك. التعلق شوف. ده وحش آه. هو التعلق والاحتياج النفسي واحساسها ان هي عندها حاجه عيب حبيبتي والله ما في عيب يعني انت مطلقه لظروف ما انت اتجوزتي الاول في سن صغير فطلقتي ده شيء يعني م... م... متوقع خد بالك فجوازه الثانيه انت خدتيها عشان انت شايفه ان عندك عيب في الجوازه في حالتك الاولية. ولسه مستمره عشان خايفه المجتمع يقول عليكي ايه بعد كده وانت عندك بنت وولد لا يا يا اه شيلة مش سهلة، شيلة كبيرة بس محتاجة واحدة تكون واقفة على الأرض صلبة، مش حاسة إن عندها ضعف. ومحدش بيلعبها نفسياً. ومحدش يلعبها نفسياً. ثانك نورتيني، ميرسي يا قلبي. ميرسي يا حبيبتي. استنونا بعد الفاصل، لسه في كلام كتير قوي محتاجين نقوله. معظم دكاترة الطب النفسي والإدمان بيتفقوا على حاجة مهمة جداً، إن الزوج المدمن مفيش فيه أمل طول ما هو مدمن. لان الشخص المدمن ملوش كلمه ملوش امان واحساسه بالمسؤوليه معدوم بس الغريب ان في بنات كتير قوي زي ميرفت ترتبط بواحد تبقى عارفه انه هو بيشرب وانه مدمن ومع ذلك بتقرر وهي بكامل قواها العقليه تخيلوا ان هي تكمل معاه وتقول انا هعرف اغيره اي كان فيكس هم اللي احنا سمعناها دي خدتي غيرتي مفيش حد يقدر يغير حد الا لو الشخص نفسه كان هو عايز يتغير بجد ميرفت بقى اكتشفت ده بعد ما تورطت لما هي بدات تفكر في الطلاق لقيت ان هي معاها عيل في التاني وانها هتشيل شيلتهم لوحدها بعد الطلاق طب ميرفت أقولك لك على حاجه وما تزعليش انت اتجوزتي الراجل ده عشان وافق ان هو يتجوزك وانت مطلقه ومخلفه فانت شفتيه شخص جدع وراجل و... نسيتي بقى ان انت تحسبيها بالعقل وتشوفي الصورة كويس لمجرد إن أنت لقيتي حد يرضى بظروفك مع إن ظروفك عادية جدا مع إن الطلاق مش عيب ولا حاجة تقلل منك حتى أهلك قالوا لك بلاش يا ميرفت ده بيشرب ده ممسوك يوم قراية الفاتحة عايزة يا رب اديني علامة ملوش أهل يترد عليهم ملوش كبير وأنت كملتي كملتي عشان كنت عايزة تهربي من خانة مطلقة واحد ما اتجوزش قبل كده فأنا إيه هبقى أول حظه وهيرضى بيا اتسرعتي للأسف رميتي نفسك في سكة أول واحد قالك أنا بحبك من غير ما تحسبيها كويس كل اللي أقدر أقوله دلوقتي أن محتاجة ترتبي حياتك كويس لازم تعتمدي علي نفسك طب ما تدوري علي شغل عشان يساعدك تصرفي علي نفسك وعلي عيالك قبل ما تقولي أنا همشي ولا لأ وتقدري تودي ساعتها بقي أولادك حضانة عشان لو كان بقي شغلك وتبقي قد المسؤولية محدش هينفعك دلوقتي غير صحتك وشغلك ومجهودك هو ده الواقع اللي احنا فيه هنعمل ايه غلطنا بس مش هندفع التمن طول عمرنا وبرده مش هقولك تعملي ايه عشان لازم انت اللي تختاري انا دايما بقول كده حتى في البرنامج انه المذيع مش هو الدكتور النفسي اللي يقدر يقول اللي قدامه تعمل او ما تعملش مهما كان واصل من علم ما ينفعش يقول لمستمع او مشاهد او حد لجا له يدي له النصيحه بداله لانه انا مش هعيش عشتك وانا مش هشيل شلتك وانا مش هشيل ذنب عيالك وده يبقى حرام عليا وافضل اقولها لاخر يوم في عمري عشان ابقى عملت اللي عليا بس سمعتي معايا نصايح دكتور هند في الفقره اللي فاتت ما تعملي بيها كده وهستنى منك رساله تطمنيني فيها عملتي ايه هستنى من كل اللي اتفرجوا علينا وسمعوا قصه ميرفت لسه بنفكر انه المطلقه ما ينفعش تاخد واحد لا اتجوز ولا خلف قبل كده ولا طلق ولا ولا ما ينفعش اول بخته زي ما بيقولوا لسه موجود الكلام ده بجد ولا لا عايزه الحقيقه في قصه حقيقيه باي باي